في ظل تداعيات كبيرة تواجه المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث، انطلقت أعمال الدورة الثالثة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بمشاركة عدد من الخبراء وكبار المسؤولين في الدول العربية تحت رعاية الجامعة العربية. الاجتماع الثالث لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث مهم جدا، لأنه أول اجتماع يعقد حضوريا منذ جائحة الكورونا. ومن هذا المنطلق يعني وجود العربي أول مرة في إطار جامعة الدول العربية لمناقشة الحد من مخاطر الكوارث بعد كارثة كبيرة ككوفيد 19 له أثر كبير جدا في يعني تعزيز هذا الملف، لأنه الدول أدركت تماما أهمية أنها التصدي والاستعداد للكوارث. تناول الاجتماع بنود رئيسية تتضمن مواضيع تخص رصد الكوارث الطبيعية ومتابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من الأزمات والكوارث. كنا حريصين ان احنا نعزز دور آلية التنسيق دي في مواجهة مخاطر الكوارث، لانه اصبح النهج المطلوب الان للتعامل مع الكوارث ليس فقط الحد من مخاطر الكوارث، وانما ايضا يكون هناك نهج متعدد بالتوازي مع وجود جائحة زي جائحة كورونا اللي اثرت بشكل كبير على الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العديد من دول العالم. تأثيرات ادارة الازمات او الكوارث هو مصطلح شامل وكبير في الحقيقة، لربما الكوارث يعني تكون طبيعية أو بفعل إنسان، ولكن الأهم من ذلك هو يعني توحيد المفاهيم الخاصة بإدارة الكوارث والأزمات ضمن يعني استراتيجية موحدة. فاجتماع اليوم في الحقيقة هو يعني اجتماع بإذن الله بيكون مثمر ناجح، في هنالك تبادل للخبرات بين أعضاء الدول ورؤساء الوفود. أساهمت التغيرات بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية والتي أثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في ظل الأزمات والكوارث التي تواجهها المنطقة العربية، تسعى الجامعة لتوحيد الرؤى تجاه مواجهة ومعالجة تلك الأزمات لتخفيف آثارها على المجتمعات العربية. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، التلفزيون المصري.